الأخبار، القوى العاملة الخميس أجازة بأجر القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر 2021 أجازة مدفوعة الأجر للعاملين القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء. وأعرب وزير القوى العاملة عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة. وأوضح وزير القوى العاملة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثال للأجر. وأصدرت الوزارة منشورة لمديريات القوى العاملة والمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الأجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية. نذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري. يأتي ذلك في إطار توحيد مواعيد الأجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة متنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الأجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.